نعم سيد عبد الله، أختم معك الحقيقة بافتراض. هناك من يفترض، بعض المحللين والمتابعين للشأن الإيراني، بأن هذه المظاهرات ستظل هكذا، وإن ظلت إلى ما لا نهاية لن تسقط النظام الإيراني، وبالتالي النظام الإيراني نظام قوي، ولا يمكن لهذه المظاهرات والاحتجاجات حتى ولو كانت في كل المدن الإيرانية أن تسقطه. كيف ترى هذه الرؤية؟ طبعا نحن لا نعتقد أن النظام سيسقط خلال شهر أو شهرين أو كذا شهر، لأن النظام أيضا لديهم مصادرهم ولديهم قوتهم، لكن النظام سيتم استنزافه إذا استمرت هذه الاحتجاجات في بلوشستان وفي المدن الأخرى، فهذا استنزاف للنظام وسيضعف النظام، والنظام سيتجه إلى العنف بأي طريقة. يعني صحيح الآن رغم كل العنف الذي يرتكبه النظام، لكن لم يستخدم كافة أنواع، يعني أقصى مدى من العنف، ونحن نتوقع هناك عنف قادم من قبل النظام، وهذا يعتبر نهاية النظام. يعني متى زاد العنف عند النظام فالشعب أيضا لن يسكت ويقابل العنف بالعنف، فهي مقدمات لسقوط النظام. يعني الاحتجاجات هذه خلافا عن الاحتجاجات السابقة، الآن قد مر عليه أكثر من 50 يوم، فيبدو أن هذه الاحتجاجات مستمرة في المدن، لعل الآليات تتغير. لكن صحيح هذه الوتيرة لا تسقط النظام، لكن ستضعف النظام، وهذا بداية الطريق لإسقاط النظام. فالجيل القادم هو مصمم لإسقاط النظام وليس الإصلاح، رغم أن متحدث وزير الخارجية الأمريكية اليوم صرح أن الشعب يريد الإصلاح، وهذه كذبة. الشعب يريد إسقاط النظام وليس إصلاح النظام، فقد جرب الإصلاح ولم ينفع معهم الإصلاح. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الله عارف، الناشط البلوشي والمختص في الشأن الإيراني، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، ابقوا معنا.